السلام عليكم ورحمة الله إخوان الأخوات متابعين ديالنا، مرحبا بكم إن شاء الله في فيديو جديد. اليوم غنوريكم الطريقة ديالي التقليدية في تربية الأرانب، ولو ما عنديش الكثرة ولكن هذه الطريقة ربما الناس ديال البادية راه تيعرفوها، ولكن الناس اللي تيعيشوا برا والناس اللي تيعيشوا في المدينة ربما الطريقة ما بقاوش تيشوفوها. هي تربية الأرنب في الحفرة. دابا كاينه ديال ليكاج، اكثريه دابا ولاد ديال ليكاج، وكاين الطريقه التقليديه اللي هي الحفره، وهذيك القنيه تتحفر الغيران وتتولد لداخل، فهمت؟ تتبات لداخل، تتولد لداخل، وتدير واحد الطريقه عجيبه في الحفير، ان الغار ما تتحفرش هابط بحال هكا، مش لا تدخل لها الماء ولا دي تموت، لا تدخل وتطلع وعاد تدور، وتدير واحد المساحه، تدير واحد اتساع فين تتولد وفين تدار، يعني تتبعد. مثلا الغار واخا تكب فيه الماء ما تتموت مول، لان تكون طالع الا لعمرتي الحفره كامله، فهمتي؟ طاحت عندهم واحد الميكا، ما كتشوف راه باقي ما جاتش ليه الماكله. هادي راه تقريبا في واحد 60 سنتي في العرض ولا كثر، شي 80 سنتي، وفي الغرق فيها شي متر ولا شي حاجة. هما عاد بداو يخرجوا، اللهم بارك. دابا راه باقي ما عطيتهمش الماكله، عاد غنمشي نجيب لي الماكله. يلا فرش لي متبن. هادي يلا والده، هادي الطريقه التقليديه. الحفره اصلا هادي ما تكونش قبيحه، ماشي بحال البلديه ديال الخلال اللي تكون قبيحه. ديال الخلال اللي درتي لها هاد العمق طلع منه، دابا راه فيها اقل من متر وما تطلع ما والو، عندي واخا هكا كدريوشه تتولفك. مثلا كنتي كتهبط العده ديما تعطيها الماكلة تتولفك. دابا راه يلاه والدة تقريبا، درا ولادها، راه كاينه غير ام واب والدين. دابا عاد غنمشي نجيب ليهم الفصة، هذا غير فراش ولكن حيت جيعانين كياكلو منو. ده نحشو ليهم الاخوان شوية الفصة، في الغالب تنعطيهم غير الفصه، ما تنعطيهمش يعني النخاله ولا السيكاليم، كاينه الفصه موجوده صافي، تنعطيهم غير الفصه. هذه اللي تكون واقفه بحال الكره، بحال عطيتي من 1000، مازال ملي تكون باقا صغيره تكون مازال جاريه شويه، اما ملي كتوقف بحال هكا كتولي غنيه، يعني بلا ما تعطيهم لا سيكاليم لا نخاله لا والو. ملي تتسبل تتولي حسن، تتولي بحال عطيتي السيكاليم ولا عطيتي النخاله، زعما ملي تكون بقى رطيه بقى فتيه ما فيهاش المنافع حسن. غادي تعطوها حتى العجول مثلا ديال التسمين، ولكن نخليوها تتكرم، كاين مثلا تيبالي تيخليها تتكرم، تيبالي تتولي تولي مزيانه، يعني كتسمن بحال عطيتي السيكاليم ولا عطيتي شي 1000 مركب. نزيدوهم شوية، بالنسبة لهاد الفصة الإخوان هادي ديال 8 سنين، يعني صافي كتبقى تعطيها غير المزير والماء، غير السماد والماء، 8 سنين ما تت وهي تتعطي.
هذا فكتنفع لي عنده مثلا البهايم ولا عنده هذا تتنفع تزرع منه حد 2000 متر ولا 3000 متر في الخلال 10 كذلك بزاف وغير جوج ولاد من الاولين وسته من الاخرين وجوج امهات المنجل ديال الدراوش شي واحد يلاه سي يتعلم اما خارجين دابا ما جيعانين هذا اللوح اللي من الهلف غيبداو اللوح اللي فصه هاد الولاد هاد الجوج اللي باقيين هادو باقيين من الولده الاولى كانت ولدت شي 8 ولا هادي باتها بقاو غير هاد الجوج هادو يلا عندهم دابا شي شهر تقريبا قل من شهر كاع صافي دابا يبداو الباب هبط عالدم شو شي يبقاو يبغيو ياكلو شحال ما هبطت عالدم قال ما ولفونيش هي الام دابا ملي تتولد الاخوان تتنسل فهمت دابا هادي تعرف يلاه كانت ولد هادي هي اللي قلت لكم من الولد الاولى هادي الولد الاخر او غير الجوج زيد 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 ماشي بزاف هاك هاك يلا بيل سير كول هاد اللحم ديال الاخوان راه منعاودش لكم غير هو الحاجه اللي تبغي تشمش على الطريقه ديال القديد يعني تسلخها وتخليها تشمش مزيان حتى تنشف حيت الا غير سلختها وطيبتها ما غتعجبكش سقتها تخليها تشمش مزيان اذا جيت انت زيد هاك خلاص هاك زي حمل عليهم الاخرين دخلوا صافي نخليهم ياكلوا نزل يلا نزل نزل خو فكرة دريوشة خاصها غير تولف لا هبطتي بالجهد ولا يدخل كامل شوط صغير فر الله يبارك زيد 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 قوية ها صافي خليهم دابا يخرجوا راه فيها شي 100 متر تقريبا اللي فيها هما غيبداو يخرجوا دابا نزيد نمشي شويه هما بداو يخرجوا شي بحال زحمتها شي الام دابا ملي كتكون والده كتكون اللون ديالها بحال كي صفار ملي تتولد بحال تتنسل تيطير من هذاك الزغب ديالها وحال تترجع كتعرف راه والده يعني تضعف
تضعف وتتنسل ملي الله تكون يلاه والده. دابا راه بدات كترجع الصوت ديالها. دابا كون كانت هذيك البلديه راه طلع دابا راه حيت ما كاينش العلو اخرى حتى تنقص. هذه دريوجه هذه تولي الفك تولي تحط لها الماكله تجي عندك. يلا الاخوان خليهم ياكلوا على خاطر. تحياتي لكم جميعا الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما مشتركينش ودعمنا بلايك والمشاركه باش يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكم جميعا.